كريس كورمير. هو أحد عمالقة التسعينات في لعبة كمال الأجسام. ولد كورمير في 19 أغسطس عام 1967 بالولايات المتحدة الأمريكية. بدأ كورمير مشواره مع الرياضة في سن مبكرة، وذلك في مرحلة المدرسة الثانوية، حيث مارس رياضة المصارعة، حيث بلغ وزنه في سن 15 عاما في مرحلة الثانوية 75 كيلو جرام. وكان كريس منذ الصغر ذا بنية جسدية قوية. ويعتبر كريس كورمير هو أحد علامات لعبة كمال الأجسام، ويرى كثير من الخبراء أن كورمير ظلم في فترة وجود عملاق مثل روني كولمان، حيث سيطر كولمان على بطولة مصر أولمبيا لفترات طويلة. ورغم ذلك كان كورمير منافسا دائما وقويا لروني كولمان، وذلك في بطولات مستر أولمبيا. وعلى الرغم من ذلك فاز كورمير بالمركز الثالث في بطولة مستر أولمبيا، وذلك أعوام 1999 و2002. ولكنه أحرز المركز الأول في عدة بطولات للمحترفين، لم يكن بينها مستر أولمبيا أو أرنولد كلاسيك. ولكن يؤخذ على كريس كورمير أنه لم يكن يكرس كل وقته للتمارين والجيم والتغذية، حيث كان يعتني بأسرته ويرى أنه من الجيد أن يقضي أوقاتا طويلة مع أسرته سواء في المنزل أو في الحفلات الليلية. وبالرغم من ذلك فيرى الكثيرين أن مجرد المنافسة في زمن روني كولمان هو إنجاز بحد ذاته، ويرى كثيرين أن مجرد التنافس مع كولمان على مسرح مستر أولمبيا هو النجاح بحق ذاته. أما عن تدريبات كريس كورمير، فكان كريس يعتمد على أساليب التدريبات المختلفة مثل السوبر ست والدروب ست مع استخدام الأوزان الثقيل. وأيضا استخدم كريس كورمير التدريبات بالأوزان الحرة بجانب الأجهزة الحديثة، مما مكنه ذلك من بناء جسم قوي وعضلات فولاذية. أما عن حياته العائلية، فكان يحب كريس كورمير قضى وقتا أطول مع العائلة، وأيضا السهر في الحفلات الخارجية بعكس روني كولمان الذي قضى معظم عمره ووقته داخل صالة الجيم في التدريبات وأيضا في تناول الوجبات. أما عن التغذية، فكان يتناول كريس كورمير الكثير من البروتين، حيث أنه كان يتناول يوميا 3 جرام لكل كيلو من وزن الجسم، وبالتالي فكان يتناول كميات كبيرة. أما عن بنياده الجسمي، فكان يتميز كريس كورمير بجسد
رائع وتناسق عضلي رهيب. ولولا وجود عملاق مثل روني كولمان لكان كريس كورمير سيطر على بطولة مستر أولمبيا لفترات ليست بالقصير. وكان كريس كورمير صاحب نظرية مفادها أن لا تخصص كل وقتك لشيء معين بالذات، حيث أنه كان يقضي وقتا في تدريباته وفي نفس الوقت يقضي وقتا أطول مع العائلة والأصدقاء. وكانت هذه الرياضة لكريس كورمير هي أسلوب حياة، حيث أنه كان لاعب محترف فكان يقوم بالتدريبات المتواصلة. بعد ذلك اتجه كريس كورمير إلى التدريب وإعطاء خبرته للمتدربين سواء بالتمارين الرياضية أو بالتغذية، ولقد قام بالتدريب تحت يده العديد من اللاعبين العظام. ولقد تفوق كريس في التدريب، فكريس من العصر الذهبي لكمال الأجسام، فهو يستطيع الوصول بأي لاعب إلى الاحتراف أو إلى أبعد من ذلك. فكما كان مميزا وهو لاعب، مميزا وهو مدرب. كريس كورمير